كل الناس في مصر حاليا ما وراهمش كلام غير عن الطلاب المصريين في أوكرانيا، وبالفعل الدولة المصرية تحركت عشان تأمنهم هم وكل الجالية المصرية الموجودة هناك، والبالغ عددهم 5000 ل 6000 مصري. بس ما حدش يتكلم على الجانب الآخر عن المصريين في روسيا، وهل بيعانوا زي اللي بيعاني أوكرانيا؟ وهل مثلا في هجمات أو ضربات من أوكرانيا على روسيا تقلق المصريين الموجودين هناك؟ لو عاوز تعرف قصة كل اللي بيحصل داخل روسيا مش أوكرانيا من لسان مواطن مصري، تعالى أوريكم النوبي أحد مشاهير التيك توك الموجود في روسيا قال إيه. روسيا واوكرانيا، مع اني في روسيا بقالي 4 سنين وما كنتش حابب اتكلم عن الموضوع ده والله، لان الوضع عندنا في روسيا هنا كويس جدا ومفيش اي حاجه حصلت لينا جديده، ولا في اي تطورات، ولا في ضرب، ولا في حرب، ولا في اي حاجه. الموضوع كله عند اوكرانيا مش في روسيا خالص. اللي يتقلق عليهم بجد مش احنا اللي في روسيا، اللي يتقلق عليهم هم الناس اللي في اوكرانيا والطلاب المصريين اللي عايشين في اوكرانيا. ربنا معاهم يعدي الموضوع دوت على خير. وانا بس عايز اقول على حاجه للناس اللي بتكتب في الكومنتات ان امريكا ممكن تتدخل، انا عايز اقول لكم مفيش الكلام دوت خالص. امريكا اخرها هتفرض عقوبات على روسيا، واكيد الرئيس بوتين عامل حسابه على حاجه زي كده، وطلع امبارح في مؤتمر الرئيس بوتين وقال لو امريكا تدخلت في الموضوع هيضرب نووي وهيخليها جحيم على الارض، مفيش حرب عالميه ثالثه، وهتفتكروا الكلمه دي كويس وهتقولوا النوبي قال، وشكرا لكل واحد دخل سال عليا، سلام.